الكتاب المقدس. ودايما انا اقول عليه حاجه، اقول ان هو في مخه في ذهنه الكتاب المقدس ده عباره عن فايلز كده محطوطه قدام عينيه. لما بيحب يفتكر حاجه بيمد ايده ويشد كده الفايل ويقول لك اه دي موجوده في سفر كذا اصحاح كذا العدد الفلاني. يحفظ عن ظهر القلب نصوص كامله من الكتاب المقدس. مش بوسام العبرانيين دي الترجمه العربيه بتاعتها صعبه ازاي، فيها كلمات الواحد عايز يدرسها يحفظها عن ظهر كانها حره قدام عينيه زي الميه. وكلنا اتعلمنا منه محبه الكتاب المقدس. يعني انا نفسي بحب ارجع له في بعض الاسئله اساله، يعني لما يبقى في حاجه سألني فيها وعايز اعرفها احب ادردش معاه افهم منه ايه موقف الكلام ده في الكتاب المقدس. دي اول حاجه. تاني حاجه لما استعرف شخصيه ربنا يسوع روح الخدمه في الهدف. يعني بص تلاقي يسمع ان في حد عيان يرمي في ايده 10 دقايق يكون عنده عشان ما اطولش عليك. بقى الحاجه الثالثه روح المرح رغم يعني هو شخصيته ربنا صعيده طبعا بس ما يقف يصلي كده يقف يصلي بص كلام طالع زي صواريخ النار كلام عمال يعني انا بحس ان في كده حاجات روحيه صواريخ روحيه مش طبعا كده ديب 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 طبعا ورا بعضها بسرعة لكن في روح المرح والبساطة وقادر على الضحك حتى في أحلى الظروف. يعني نبقى في مواقف صعبة بس الناس عمال تضحك وتخفف المفروض تتعلم. كل سنة أبونا طيب إلى منتهى الأعوام مسكين سنة طويلة وخدمة مباركة. وطالما أنا اتكلمت على أبونا يسوع لازم نشيل كل التقدير والحب والاحترام لشريكة حياته الدكتور ديري. أقول على كلام سيدنا أبونا ياسا حبيب للكل مشجع للكل أب كاهن بشوش عطوف دارس جاي للكتاب المقدس واعظ قدير خادم شباب من طراز فريد. كل سنة وقصر طيب يا أبونا عقبال العيد المئوي يا رب. بشكر ربنا كتير على محبته ونعمته وسندني خالص ال 25 سنه كلها، ولولا نعمه ربنا ما حدش كان يقدر يعمل حاجه، بس بركه ربنا فعلا تغني ولا يزيد مع تعب. اتمنى للكنيسه القداسه الباوة والاباء الاسقفه وكل الاباء الكهنه وشعبنا الحلو الجميل الرائع في مصر وخارج مصر، اتمنى الكنيسه تبقى دايما ملوءه بالسلام والمحبه والنعمه ويحفظ الكنيسه من اي ضرر ويحفظ بلدنا من اي اضطراب ومن اي مشاكل ويبارك للناس كلها ويزود الخير للكل.